اذا سنجل فيز انفرترز. هلا احنا هيك وصلنا مخلصين اي سي تو دي سي ودي سي تو دي سي. رح نبدا اليوم دي سي تو اي سي. اذا الانفرتر بحول لي من دي سي لاي سي، وطبعا كنترول بتكون بقدر اتحكم، واعلى ما اعلى درجه من درجات الانفرترز بوصل اني اتحكم بالفولتج واتحكم بالكرنت، فبعمل فيربل فولتج فيربل فريكونسي اوتبوت اللي رح نشوفه في نهايه الانفرترز. اذا في البدايه رح نطلع على فيري سمبل انفرتر. عندي هون راح اخذ فولتج سورس، والفولتج سورس هذا حتى اعمل اي سي لازم يكون في عندي طريقه اطلع بوزيتيف وطريقه ثانيه اطلع نيجاتيف. فلو احنا اطلعنا مثلا على حاله بسيطه، اول شيء حتى اطلع بوزيتيف بدي سويتش هون، بدي سويتش ثاني هون، وهذا عندي اللود اللي هو ار او زد الار لود. بهي الطريقه بقدر اجيب بوزيتيف، مش هيك؟ اذا سكرت السويتشين هذول رح اسميهم هذول السويتشين. هلا رح نشوف ليش واحد واربعه. كيف ممكن الان اطلع نيجاتيف فولتج على زد؟ بتسكر 2 و6. بس كيف راح اشبكهم؟ بالعكس توصل. تمام، كيف يعني وين ايش راح احط؟ ناخذ من هون توصل على سويتش، بس وين بنزله؟ هون، وبعدين باخذ من هون سويتش وبوصله هون، وراح اسمي هدول اظن هذا بكون اثنين، لا هذا اثنين، هذا رح يصير ثلاثة. هلا بنشوف ايش الثلاثة. هل بصير اسكر واحد واربعة واثنين وثلاثة مع بعض؟ ايش بصير؟ بصير شورت سيركت على السبلاي. إذا ما بصيرش اسكر غير واحد واربعة أو اثنين وثلاثة فهي لحظة من اللحظات. هذا ممكن نرسمه بطريقة أرتب شوي من هاي الطريقة، فراح أرسمه بالشكل التالي. هذا راح رقمه واحد اثنين، نشوف اذا مضبوط. اثنين مضبوط، هيو حسب هون واحد واثنين شاكلين مع بعض، واحد بيجي من البوزيتيف اذا هذا بكون بلس، هذا ماينس، هذا راح رقمه ثلاثه وهذا اربعه. وين اللود راح يصير؟ ايش بيشبه هاي الارينجمنت؟ بتشبه شغله شفناها قبل هيك حكينا عنها؟ لا مش الثاني. ايش اسمه اي بريدج؟ وينستر اتش بريدج. ممكن وينستر، ممكن هذا هيك بتحطه زي هيك. لذلك احنا هيك بنسميها هاي الارينجمنت زي اي حرف. زي حرف الاتش مرات بنسميها هيك. طيب خلينا نطلع الان، اذا حتى يشتغل عندي هذا السيستم شو لازم اعمل؟ لازم اسكر واحد واربعه لفتره مثلا 180 درجه، بعدين بفتح واحد واربعة. لازم اتاكد انه واحد واربعة فتحوا قبل ما ايش اعمل؟ قبل ما اسكر اثنين وثلاثة. خلينا نشوف شو بصير هلا لو نعمل هيك. هذا سنجل فيز انفرتر. لو جيت الان سكرت واحد واربعة وهذا كان مثلا في لود از ا فانكشن اوف تايم، يعني هيك هون هون. خلينا نفترض انه في لود از ا فانكشن اوف تايم بوزيتيف هيك. هي في لود از ا فانكشن اوف تايم. لما بسكر واحد واربعة ايش رح يصير عندي الفولتج هون وبين هون وهون؟ بي اس مضبوط. هذا هون بي اس. لما بسكر بفتح واحد واربعة بسكر اثنين ثلاثة ايش رح يصير عندي؟ عندي هون واحد اثنين ثلاثة رح يصير نيجاتيف. لما بقول اثنين وثلاثة مش هيك؟ لأنه البوزيتيف اجى هون هلا صار والنيجاتيف اجى هون، فبالنسبة لبي ال تي شو صار الفولتج بالنسبة معكوس؟ يعني بستفيد من هاي الطريقه اني بعكس الفولتج. ايوه اني ولدت اي سي. لو عندي هون دي سي موتور وانا بدي اتحكم في الدي سي موتور، وهون الدي سي موتور محطوط بستعمله حتى اعكس الفولتج على الدي سي موتور. بس هون انا في عندي هدف ثاني، ايش هو؟ ايش الاوتبوت اللي بدي اطلع؟ بدي اطلع اوتبوت اي سي. وين ممكن استخدامات الدي سي تو اي سي؟ وين ممكن يكون في استخدام عملي؟ ستارتر للسي. ايش؟ ستارتر للسي. يعني ستارتر هو اصلا محرك دي سي. وين في تطبيق ممكن احتاج اني احول من دي سي لاي سي؟ ما هو
وين في مكان عندك في دي سي وممكن تحتاج اي سي؟ بس عندك دي سي. نعم نار واحد طاقه شمسيه. طاقه شمسيه ممتاز. طاقه شمسيه انا عندي الطاقه الشمسيه كيف تتولد في الخلايا؟ تولد دي سي. ممكن احتاج احولها لاي سي اذا بدي ازود بيت. اذا ليش بحتاج بهذاك المكان؟ احتاج لانفرتر. معظم السيستمز هلا اللي بتتباع بتتركب على ظهر البيوت اذا شفتوها فوتوفولتاي يكون في معنى عندنا الالواح والالواح مشبوكه على انفرتر وبعضها بيكون فيها بطاريه اذا كانت تكون اوف لاين بعضها بيكون فيها بطاريه. اذا عندي هون انا حولت من اي سي من دي سي لاي سي. في السياره احيانا في السياره بدك تشغل انت جهاز مثلا تلفزيون احيانا زي ما انكم شفتوا واحد رايح مثلا بخيم وبده يشغل التلفزيون والتلفزيون بيشتغل على الاي سي تبعت البيت بس هو ما عنده اي سي. ايش الشيء الوحيد اللي عنده؟ طريقة السيارة 12 فولت فبيقدر يحول من 12 فولت دي سي لاي سي وبعدين يعمل ستيب اب ترانسفورمر يحولها ل 240. هاي هون تولد عندي شيء بيشبه الاي سي. شو مشكلة هاي الويف فورم؟ سكوير ويف مش ساين ويف. فبدنا نحاول نحسن وضعها. هلا في اكثر من طريقه حتى احسن وضعها. ممكن اعملها فلترنج مرات اذا بدك تعمل ترانسفورمر بتحسن وضعها بتشبه صار يسوي بالويف فورم. ممكن كمان انا اعمل ستيب ويف عليها يعني ما اطلع مباشره مثلا اعملها بهذا الشكل مثلا. هاي بنسميها ستيب ويف. فببدأ بخفف من الهارمونيكس اللي موجودة بهاي السكة. هاي أحد الكائنات. إذن هذه أبسط أنواعها. طيب لو أنا بدي أبدلها الآن هدول الفريكونسيز بدي إياها سريعة السويتشينج سريعة. شو بدي أبدل هدول؟ هون إيش راح أحط؟ إيش المشكلة لو حطيت هون ثايرستس؟ صعب إني أطفيه بدي تصير له دائرة جديدة حتى أعمل له كوميتيشنز. إيش الأسهل إني أحط؟ هاي أر جي بي تي 1. بشكل عام كقاعده اذا السورس عندي دي سي ايش الكومبوننت اللي بستخدمه؟ الترانزستور. واذا السورس عندي اي سي زي الريكتيفايرز بستخدم ليش بفضل الثيرستر؟ الكنترول تبعه اسهل وبعدين موجود بريتنجز اعلى يعني ممكن اجيبه بريتنجز فولتج عاليه وكرنت عالي اعلى من الار جي بي تي. التحكم فيه اسهل للتشغيل الثيرستر لكن السويتشنج اوف المشكله. كوميتيشن مشكلة ثم صار عندي 4 IGBTs 1 2 3 4 وصار عندي هون very simple single phase inverter.